نمشي شويه. لازم تاكلي. لانه بالراسه المريض بيمرض. البارح كان عندنا العرض نتاع بابوردو، لاقى نجاح كبير واستمتع به الجمهور الصيفي، واليوم كذلك جوزنا فيلم درخة أنار اللي كذلك نال إعجاب الجميع، مع العلم أنه هاد الفيلمين القصيرين دايين بزاف جوائز دولية. فيلم هو مدته 9 دقائق باسم بيروت أنثى، وهو الموضوع تبعه عن دور المرأة بالسينما اللبنانية. التقييم راح يكون مركز على عدة عناصر مهمة في الأفلام، هي أفلام قصيرة لكن أهميتها كبيرة جدا. من خلال هذه الأفلام اللي نقدروا نعرفوا يعني نكتشفوا مواهب جديدة، مخرجين، ممثلين، فيها أفكار، في من خلال هذه الأفلام في أفكار شابة، أفكار أوريجينال، أفكار جديدة. قلت لك الأفلام القصيرة تخلينا نكتشف المواهب.